السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعيني في أول قناة عراقية لتعلم العود والغناء العربي. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. طبعا أشرب بكم وأهلا وسهلا بكم. كثرة الطلبات من أصدقائنا وأحبائنا بقضية أنه مقام العجم كيف يعزف على آلة العود. بالمناسبة أكو قضية أريد أبدي بها، أنه اليد إذا كان هو يسراوي مو يمناوي، يعني إذا هو إحنا نبدي نعزف العود كذا وهو لا يعزف كذا، يقدر أنه يبدل الأوتار من أسفل إلى أعلى. هذا واحد. أما الـ 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 كيف يعزف المقام، مقام العجم طبعا هو نبتدئ بقضية مهمة هي في البداية، أنه أنت لازم حافظ الأصابع، والأصابع هي من تحفظها 3-2-3-2-4 ومن ثم الدو جواب. قبل ما أبدأ بالعزف، عندنا دورات موسيقية لتعلم العود وأيضا الغناء العربي، واللي هي 8 محاضرات بسعر بسيط جدا. وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم. حتى ننسى هذه المناسبة العزيزة بهذا الشهر المبارك العظيم، فكل عام وانتم بخير وإن شاء الله صيام مقبول. نبتدئ بسلم العجم اللي هو ضروري جدا. هذا هو العود، طبعا هذا هو العود، احنا نبدي به حتى نقدر نشوفه. نقرب لكم اياه او بعد لكم اياه. هذا العود اللي هو مكون. احنا من نجلس ونبدي ندرس، نبدي ندرس بالبساطه حتى الطالب يعرفه. هذا الاوتار، انا هذا عندي العود 6 اوتار، لكن احنا نحسبه 1-2-3-4-5 تمام، وما يكون علاقة بالسادس. فنبدأ من الإصبع الثالث اللي هو على اللا. إصبع الثاني عندنا احنا شنو أوتار العود اللي هي صول قرار، طبعا أكاديميا من الأسفل للأعلى، فيصير عندك يعني من الأسفل للأعلى، فيصير عندك شنو الوتر الأول؟ دو قردان صول، طبعا دو قردان دو جواب، وصول جواب نوا، وري قرار دوغا الوتر الثالث طبعا، والوتر الرابع لا عشيران قرار، والوتر الخامس اللي هو صول قرار. هناك انه يوضع بدل الصول هو فا فا، ويصبح فا فا اللي هو الدوزان العراقي، او دوب دو فيصبح عندك الدوزان التركي. لذلك نبدأ ب الإصبع الثالث على الوتر الثاني مباشرة، لا هذا على هذا، هذا لا، فنبدي الإصبع الثالث يصير دو، فنأخذ ريشتين دو ري مي، إصبع ثاني دو، إصبع ثالث ثم صار جو، صار جو لا، إصبع ثاني سي، إصبع رابع دو، نرجع دو سي لا صوت فا مي. أول قضية هاي تبدي بيها بالعود بعد ما تحفظ الأوتار اللي هي مهمة جدا لك حتى تقدر تمر عليها، من تتمرن بسرعة مختلفة. أوكي، أو تقدر تتمرن بالطريقة الثانية. لكن
تمرينك الأصح لازم يكون بسرعة مختلفة وبطيء. صاعد نازل صاعد نازل السكيل يعني السلم، وبالتالي راح تتقوى سرعة وتتقوى على العود يعني تقوية جدا قوية. لكن هناك بعض التأكيدات والتعليلات اللي هي تصير دائما عن طريق الأستاذ حتى يعلمك كيف الطريقة، لأن هناك الريشة مسكها والتمرين على الصاعد والنازل هذا مهم جدا عندك. أتمنى أنه فدتكم، لكن في ملاحظة أيضا مهمة أقول لكم بها، رقم الواتساب موجود، الدورات اللي هي 8 محاضرات شهرية موجود رقم الواتساب أسفل الفيديو، هذا واحد. واثنين، كثير من الأخوان يرسل لي أنه أعطينا رأيك، حقيقة أنا مخلي الواتساب للدورات الموسيقية، يعني ما عندي وقت أنه أنا عندي طلبة، لأنه ما عندي وقت أنه أعطي لكن الشخص اللي يريد يدخل دوره يريدني أشوف رأيي بي أعطيه، أقول له يا مثل يحتاج كذا وكذا وكذا. وتحياتي لكم، وأنا حاضر أي استفسار أو أي طلب أضيف لكم إياه. تحياتي لكم ومع السلامة، ولا تنسون اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية. مع ألف سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.